قالت وزارة الصحة الألمانية إن أعداد المصابين من سلالة بكتيريا إيكولاي يتراجع بصورة لافتة على الرغم من توقع الوزارة لوفيات جديدة. الإعلان يأتي في ظل قيام فريق من العلماء على مدار الساعة بتحليل عينات من الطعام لاكتشاف مصدر العدوى البكتيرية التي لم تعرفها مختبرات التحاليل البكتيريولوجية من قبل. في لوكسمبورغ حيث التقى وزراء وزراعة الاتحاد الأوروبي، انتقدت إسبانيا التعويض غير الكافي لمزارعي ومنتجي الخضروات، لا سيما وأن قطاع الزراعة الإسباني يخسر 200 مليون يورو أسبوعيا. اتفق غالبية المجلس مع إسبانيا على أن التعويضات بنسبة 30% من 150 مليون يورو المقترحة غير مقبولة، وأن على المفوضية أن تحسن جوهريا، وأن المفوض نفسه التزم بفعل ذلك وتحدث عن ذلك علانية، تقول وزيرة الزراعة الإسبانية روزا أغيلار. وقد تكبدت أسواق الخضار في مدريد بخسائر فادحة بعد أن قالت ألمانيا أن مصدر بكتيريا إيكولاي هو إسبانيا، لكن ألمانيا سرعان ما تراجعت عن اتهامها لمدريد.